السلام عليكم. بداية إن شاء الله خلينا نتكلم مع بعض عن نظام الاي جي بصفة عامة وعن المواد اللي أقدر أحددها في خلال السنين، وهنتكلم مع بعض عن التفرقة ما بين الأو ليفل والأي ليفل، المواد اللي بتاخد كامبريدج والإكسل، الجامعات جوه مصر وبره مصر محتاجة إيه، الفرق ما بين الاي جي والأمريكان سيستم. خلينا بداية نتكلم على الثلاث سنين الأصليين بتوعنا اللي اتكلمنا عليهم قبل كده. قلنا إن إحنا بالنسبة عندنا للمراحل اللي الطالب بيدخلها، في عنده 5 مراحل يقدر يدخل فيهم، اللي هم يعتبروا عندنا جون 10 وجون 11 وجون 12. دي المراحل الأصلية اللي الطالب بيدخل فيها المواد بتاعته، دول 3 أصليين ثابتين بالنسبة له في 10 و11 و12. طبعا في بعض المدارس، وبالنسبة لقطر بالتحديد، بيبقى معاها في بعض المدارس ما بتاخدش بير 10. في حالة إن أنا ما عنديش بير 10، ده اكسبشن، يعني انا خليني اتكلم على الحاجات الاصليه وبعد كده نتكلم في البرانشز السبيشال كيس الموجوده. فاحنا المفروض ان احنا عندنا 10 و11 و12 دول 3، وبعد كده في عندنا امتحانات ممكن نقدر ناخدها في جان، وفي عندنا امتحانات نقدر ناخدها في نوفمبر. طبعا بتختلف معانا على حسب المواد اللي انا كنت محتاجها بعد كده، كانت كامبريدج ولا ايديكسل. طيب المتطلبات الاصليه اللي عندي ايه اللي انا محتاجها؟ المفروض ان انا محتاج 8 او ليفل، واحد A level أو 2 AS. ده بالنسبة لمتطلبات مصر. بره مصر هنتكلم فيه دلوقتي، بس الأول بالنسبة لمصر 8 A level وواحد A level أو 2 AS. طبعا بمناسبة الفرق ما بين ال A level وال AS، المفروض جوه مصر الواحد A level يعادل 2 AS، يعني 1 A level equal 2 ASs. ده بالنسبة اللي جوه مصر. بره مصر بيعتبر بال A levels مش بال AS. طبعا احنا المفروض ان كل ماده عندنا في منها الاو ليفل، ده الفيرست ستيج، بعد كده في مرحله اللي بعدها الاي اس دي السكند، بعد كده عندنا الاي 2 دي الثيرد. السكند والثيرد اللي هم اللي عندي دول الاي اس والاي 2، الاثنين مع بعض يعادلوا اي ليفل. طيب فانا المفروض متطلبات مصر 8 او ليفل وواحد اي ليفل او 2 اي اس. طيب ال 8 او ليفل منهم الكيمستري والفيزكس والبايو، دول لازم اتليست 2، لازم اخد 2 من دول. وبعد كده عندنا في بالنسبه للماث والانجلش، يبقى كده في عندي 4 مواد اصليه لازم الطالب ياخدهم. بياخد من جروب الساينس الـ3 الاصليين اللي عندي، الكيمستري والفيزكس والبيولوجي، الـ3 دول بيضطر ياخد منهم 2 اتليست 2، وياخد الماث والانجلش. الـ4 دول اللي بتكلم فيهم لاي جامعه جوه مصر بره مصر لازم يكون واخد. فعلشان كده احنا دايما بنقول للطالب ابدا بيهم. قادر تاخد جروب الساينس على بعضه، الكيمستري والفيزكس والبيولوجي اوكي، والماث والانجلش ادي كده معاك 5 مواد. طب بقيه المواد الثانيه، يفضل الطالب اللي واخد بيولوجي نقول له خد كمان هيومن بيولوجي. ليه؟ علشان يعتبر 80% من المنهج كومن ما بين الاثنين، وحتى كانوا بيعتبروا لحد من سنتين البيولوجي والهيومن بيولوجي ماده واحده، بدا بعد كده القرار الاعلى للجامعات يفصلهم مادتين. فعلشان كده بناخد الاوبشن ده ان الطالب اللي خد بيولوجي بيقول له هيومن بيولوجي، بس على فكره ان هيومن بيولوجي اي اكسل بس. فكده يبقى هو مثلا واخد ادي الثلاثه، الكيمستري والفيزكس والبيولوجي والماث والانجلش، ولو خد هيومن بيولوجي كمان يبقى كده ماده ثابته. من ضمن المواد السهله كمان اللي معانا ياخد العربي، دي ماده كمان، وبيقدر ياخد معاه الاي اس تي كماده من الحاجات السهله. ده بنتكلم كأسهل مواد الطالب ممكن ياخدها ايه، وتبقى في الحاجات المضمونه معاه. الحاجه الثانيه، يبقى انا خلصت دلوقتي، المفروض انا عايز 8 او ليفل. انا خلصت ادي كيمستري وفيزكس وبيولوجي 3، والماث والانجلش ادي كده 5، والعربي والاي سي تي يبقى كده 7، والهيومن بيولوجي كده 8. في بعض ناس بترشح مواد ثانيه، يعني مثلا بيفضل ان هو عاوز ياخد بعض المواد زي الايكونومكس، البيزنس، الاكونتنج، افيلبل، مفيش اي مشكله. بس الفكره في نقطه معينه، ان انت عاوز تدخل ايه محدد على اساسه. يعني دايما بحاول ارتب الحاجات اللي انا محتاج ادخل فيها الجامعه اقوي نفسي فيها. يعني مثلا طالب عايز يدخل الكارير بتاع مثلا ميديسن وفارماسي مثلا، فخلاص انت دماغك كله ناحيه الطب والصيدله، يبقى انت الامر ممكن تاخد بقى الحاجات اللي فيها بيولوجي وفيها كيمستري، لا بزنس ولا اكاونتنج ولا ايكونومكس هيفيدك. طب طالب مثلا دماغه كله في البيزنس مثلا، يبقى في الحاجات البيزنس والايكونومكس والاكونتنج هتفيده. طب طالب عايز يدخل انجينيرنج، خلاص يبقى الحاجات اللي هتفيده في الماس والفيزكس، يبقى ده الامر نفسه، ان انا الطالب عاوز يدخل ايه ارتب على اساسه انا هعمل ايه. بس عن شرط ان احنا اتفقنا ان في 4 كده كده في كل الاحوال هم كومن، 2 ساينس والماس والانجلش. طيب خلصنا ال 8 اولى. طب يفضل اخد
بتحطهم كامبريدج ولا اي اكسل، ده المعتاد الناس بتسال فيه. في بعض المدارس بتفرض عليا ان انا لازم اخد حاجه ايه، لو نفترض ان عندي اوبشن ان انا اخد الماده اكسترنال او ان انا اللي بختار، يفضل المواد الاولدز كلها بتتاخد كامبريدج ما عدا الماث، هو اللي يفضل يتاخد اكسل. وبالنسبه العربي معظم الناس بتفضل ان تاخد اي اكسل او يراقب كامبريدج او اي اكسل. في معظم الاوقات العربي بيبقى اسهل، لان العربي يعني بيبقى نحو وتعبير وحاجات بتبقى يعني ما بيبقاش يعني صعبه او تقيله على الطلاب، لان بالنسبه لنا يعتبر كلنا عرب ففاهمين العربي كويس. فالعربي سواء اخدته كامبريدج او اي اكسل مش فارقه كتير، لكن الماس يتاخد اي اكسل. بالنسبه للانجلش يفضل اعمل حاجه ان انا اخد الاثنين كامبريدج او اي اكسل. طب ايه الفايده ان انا استخدم كامبريدج او اي اكسل؟ ان انا بيبقى عندي اثنين اوبشن، ان انا هدخل الامتحان مرتين، واحد فيهم بيعتمد على الاي سي وواحد بيعتمد على شورت انسرز. فانا هدخل كده عندي تو اوبشنز، مثلا عشان في ليسننج ورايتنج وريدنج، فممكن ما سمعتش كويس ما فهمتش. اني واي عندك تو اوبشن، انك دخلته كامبريدج او اي اكسل. في الفتره دي بقى لما تدخل الاثنين كامبريدج او اي اكسل هتاخد مثلا عندك اثنين ريزلت، فانت جبت مثلا في واحد بي وواحد سي، هياخد لك الاعلى في الاثنين. فعلشان كده بنقول حاول تسجل انش الاثنين كامبريدج او اي اكسل وهيتحسب لك الاعلى. لكن معظم مواد الاولبلز ناخدها كامبريدج بس، اللي هي البيولوجي قلت هو كده كده اصلا في اكسل، ما فيش عندي غير اكسل. لكن بالنسبه للماس يفضل تاخد اكسل والانجلش يسجل الاثنين. العربي في ناس بتميز يعني الكامبريدج وفي ناس بتميزوا اكسل، ده يرجع لكل واحد حبه للنحو اكتر، للبلاغه، للتعبير، انت كفاءتك فين. ده بالاولبلز. بالنسبه للاي ليفلز يفضل الكيمستري والفيزكس والبايو، الثلاثه دول يفضل ان هم يتاخدوا اي اكسل. ايه الاحسن او ايه السبب؟ انا عندي كذا امتياز في الاي ليفل لجروب الساينس، الاي ليفل اي اكسل عن كامبريدج. انا اوريدي كده كده بدرس الكامبريدج اي اكسل والاي كيو اي، يعني انا بتكلم من يقين ان انا كده كده بدرسهم كلهم. فالطالب طبعا ما عندوش مدرسته ولا هي فيها كامبريدج خلاص بندرسه، لكن بتكلم لو عندك اوبشن انك تختار يفضل اي اكسل احسن. لسبب ايه؟ ان في الاي اكسل عندك ثلاث اكتر من كذا ميزه هتقدر تستخدمها. اول حاجه في الاي اكسل ان متقسم نظام يونتس، يونت 1 مثلا، يونت 2، يونت 3، ده الاي اس، الاي 2 عند يونت 4 ويونت 5. هنا دي بالنسبه لليونت 3 دي تعتبر بالنسبه لنا براكتيكال. طب هو عنده براكتيكال؟ لا، البراكتيكال بتاعه ثيوري. يعني ايه؟ يعني هيمتحن بس ان هو يذاكر اكسبيرمنتس ويخش يذاكر يكتبها عادي زي اللي واخد اولاد الكامبريدج بالظبط. لكن في الكامبريدج الاي اس عنده بيبر 1 وبيبر 2 وبيبر 3. فبيبر 1 وبيبر 2 وبيبر 3 عنده فيها براكتيكال. في بيبر 3 يروح لاب يشتغل ويحسب وكالكوليشنز وكالكوليشنز ويبدا يشتغل بايده، ومن خلال اللي بيشتغله بايده هيبدا يطلع ريزلتس ويبدا يكتب ويرسم جراف ويشتغل. فالاصل يفضل لو عندي الاوبشن استخدم ايد اكسل. طب امتيازات الايد اكسل ان انا عندي مفيش براكتيكال، براكتيكال بتاع ثيوري. الحاجه الثانيه ان انا لو جبت في يونت 1 كويس، يونت 2 كويس، يونت 3 مثلا ما جبتش فيها كويس، ينفع اجيب يونت 3 بس او يونت 2 بس او يونت 1 بس. يعني انا بذاكر اجزاء من المنهج وادخل امتحن على كل جزء لوحده. في حاله ان انا ما جبتش في الجزء ده جزء منهم كويس، ينفع اجيب الجزء ده بس، ده في حاله الايد اكسل. في حاله كامبريدج لا، الموضوع باكج، تيك ات اور ليف ات. انت جبت الباكج على بعضه مثلا سي، لا هتاخده تاني تعيده على بعضه كامل في كامبريدج. الحاجه الثانيه ان بالنسبه للامتحانات مواعيد ايد اكسل عنده فلكسبيلتي شويه. يعني مثلا ممكن الطالب يمتحن يونت 1 دي في جان، ويونت 2 يمتحنها في ماي، ويونت 3 يمتحنها في جون، وكل دول محسوبين سيشن واحده بتاعت جون. يعني عنده امكانيه ان يقسم المنهج على اليونتس على شهور مختلفه ومحسوبه سيشن واحده. في كامبريدج انت عندك يا جان يا جون يا نوفمبر بس، فتاخده كله في جون وتاخده كله في نوفمبر، ده الموضوع. طبعا احنا مش عايزين بالنسبه مثلا لو حد عنده كامبريدج دلوقتي وبيسمعني في الاي اس انه يفقد الامل قوي يحس ان هو مظلوم. في عنده بقى طبعا احنا بنقول اللي واخد كامبريدج خلاص، انت المدرسه بتدرسك كده، في حاجه واحده بس اللي بتقول لك عليها انك بتحاول تشتغل براكتيكال كتير شويه تتمرن عليه، دي اهم حاجه. لكن لو في حاله ان انت عندك تختار، تختار اللي يكسب ويروح اعصاب، مفيش اختياريه خلاص اوكي. يعني نقدر ان احنا يعني كده كده عندنا الطلبه بتقدر ان هي تجيب ستار في الاي ليفل على بعضه، وبتقدر تجيب الاي في الاي اس سواء كان برضه كامبريدج او اكسل او اي كيو اي، مفيش مشكله. بالنسبه للجروب الساينس زي ما اتفقنا انا بفضل ان انا اخده ك اي اكسل خلاص او كامبريدج اني واي. انت بتاخد ازاي؟
الحاجة التانية الاثنين اي ليفل او الواحد اي ليفل والاثنين اي اس، لو انت داخل ميديسن يبقى انت بالنسبة لك كده دلوقتي هتضطر تاخد الواحد اي ليفل ده بيولوجي، ولو خدت اثنين اي اس ده في حالة الميديسن والفارماسي، لو خدت اثنين اي اس هيبقى بالنسبة ده انا مضطر ان انا اخد الكابستري والبارش. طب في حالة واحد داخل مثلا انجينيرنج يبقى الواحد اي ليفل في الوقت ده بالنسبة له ماث، ولو كان عنده 2 اي اس يبقى ياخد ماث وفيزكس، ممكن ياخد ماس وكيمستري في حاله كيميكال انجينيرنج بالتحديد. يعني لما نيجي نبص مثلا على الريكويرمنتس بتاعت الجامعات هنبص هنا اهو، مثلا هنا بالنسبه لنا الميديسن المفروض ان انا لما اجي ابص على البيولوجي والكيمستري والانجلش والماس والهيومن بيولوجي زي ما اتفقنا المواد الاصليه هيضطر ياخد الاي اس بتاعه مين؟ اي اس بيولوجي والاي 2 بيولوجي مثلا. طيب لو عنده حاجه زي الفارماسي مثلا هيضطر نفس الطريقه بالظبط اهو، يعني انا لو جيت هنا اشوف مثلا الجامعات اهو دي هنا فارماسي مثلا اهو بيولوجي والكيمستري والانجلش والماث والعربي، باخد المواد العاديه بتاعتي واكمل بالنسبه لي ان انا اخد البيولوجي اي اس واي 2، او ان انا اخد مثلا بيولوجي والكيمستري دي مثلا من الحاجات اللي ممكن اخدها. الميديسن نفس الطريقه اهو، يعني الجامعات اللي بتكلم عليها كلها الحاجات الاصليه بتاعتنا. تمام، ده بالنسبه لجوه مصر. طب بالنسبه لبره مصر الحاجات المطلوبه ايه؟ يفضل لو طالب هيسافر بره مصر ان يدخل فاونديشن، ده يفضل، ده وجهه نظري الشخصيه. ايش معنى؟ في الفاونديشن مطلوب منه 5 او ليفل جريد سي وبعد كده يدخل على فاونديشن على. لو نفترض ان عايز يدخل فيرست يير انتري يبقى في الوقت ده هيضطر ان هو ياخد معاهم 2 اي ليفل في بعض الجامعات، وبعض الجامعات محتاجه 3 اي ليفل، وقلنا مش مالناش دعوه بالاي اس بالنسبه لنا، الاي اس بيعتبروا سكور الشهر. اهو لو جينا نبص اصلا على جامعات اهو ونشوف متطلبات الجامعات عندنا بره مصر. لما نيجي نشوف مثلا عندنا هنا كده اهو، دي مثلا الجامعات اللي بنتكلم عليها، سواء بقى هنتكلم عندنا في ماليزيا، هنتكلم في بريطانيا، هنتكلم يعني دول اليو كي مثلا، في عندنا حاجات في تركيا، في حاجات عندنا في ماليزيا اهو. الاي جي مثلا محتاج 5 او ليفل في الفاونديشن وواحد اي ليفل لو كان محتاج فيرست يير انتري. يعني ايه؟ يعني انا لما اجي اشوف عندي دلوقتي هدخل فاونديشن اهو من اي جي سيستم، يبقى انا محتاج فاونديشن 5 او ليفل بس. طيب هيدخل بقى معايا ان محتاج ان انا كمان ادخل دايركت انتري 3 اي ليفل اه كمان. طيب انا بالنسبه لحاجه زي كده يفضل ايه؟ يفضل ان انا لو هدخل ادخل فاونديشن مره واحده 5 او ليفل، 5 او ليفل دول انا اخدهم في يير 10 او اخلص في 11 واسافر اوفر يير 12 خالص ما استخدمهاش وادخل فاونديشن على الجامعه. فحاجه ان انا ادخل فاونديشن طبعا يبقى عندي اكتر من اوبشن بقدر استخدمهم، اولا ان انا اتقابل في الجامعه بسرعه ده بيبقى افيلبل معايا ان انا يبقى ليا فرصه كبيره. الحاجه الثانيه ان بالنسبه للمواد المطلوبه مني 5 اوريدي اقدر اجتازهم. الحاجه الثالثه اللي قدرت اوفر سنه دراسيه واستخدمتها في سنه في الجامعه، اتعرفت على تفاصيل الجامعه بمعنى اصح قبل ما اسافر. في عندنا بعض الجامعات الثانيه، يعني احنا عندنا كذا جامعه من الاوبشنز دي، هنشوف مع بعض اهو متطلبات الجامعات. معظمهم بيدور في حوالين ان الفاونديشن ده بستخدم فيه ان 5 او ليفل